اهلا بكم ايها المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم مستشارك الطبي، وذلك بعد توقف شهر خلال شهر رمضان الكريم. نعود اليكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من البرنامج، ويكون في ضيافتنا في هذه الحلقه دكتور صالح فؤاد نصار، استشاري امراض الكلى. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيب. النهارده يا دكتور عاوزين نتكلم عن الكلى وامراض الكلى وعلاقه الكلى بالصيف. طبعا الحر الشديد بنلاقي الناس بتعاني، وخاصة اللي عنده استعداد لمرض الكلى، الحر بيأثر فيه جدا والمية بتأثر فيه. عايزين نتكلم عن الحر والمية والغذاء، كل ده اتباعا في هذه الحلقة حضرتك هتوضحه لنا ان شاء الله. فمبدئيا كده هنتكلم عن الكلى، الكلى بوجه عام تشرحها لنا كده للناس، بتقول لنا الكلى دي ايه المفيد بتاعها، بتفيد الانسان في ايه وبتضر الانسان في ايه لو اصيبت. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلى هي الفلتر بتاع البني ادم، هي الحاجه الاساسيه اللي بتتحكم في ضغط الدم، بتتحكم في نسبه الهيموجلوبين، بتتحكم في وظائف الحاجات المهمه جدا، العضلات، العظم بتاعنا. الكلى مش بس اخراج، اهم وظيفه في الكلى الاخراج، اخراج الميه. تخيلوا ان كل حاجه، كل الدم اللي في جسمنا بيعدي على الكلى في خلال 4 دقائق. الكلى بيعدي فيها ربع دمي في الدقيقه، يبقى في خلال 4 دقائق كل الدم بيعدي. لو في اي حاجه عايزه تتفلتر، عايزه تتصفى، عايزه تنضف، تعدي على الكلى تطلع منها في افضل حالتها لما بتكون الكلى 10 على 10. تخيل بقى الكلى عايزه ايه؟ عايزه ميه عشان تحافظ عليها، عشان تفلترها، عشان تشتغل عليها. من غير الميه الكلى دي تتعب. يبقى انا محتاج الميه، والميه محتاجه الكلى عشان تخرجها بره. شوف قد ايه الميه جسم الانسان محتاج الميه، محتاج لها جدا طبعا. يعني الكلى دي يا دكتور هي الجهاز الفلتري في الجسم. مش بس فلتر، ده له علاقه بضغط الدم، ده تظبيط ضغط الدم عن طريق الكلى، تظبيط الهيموجلوبين بتاعه وافراز الهيموجلوبين بالنسبه المظبوطه عن طريق الكلى، الكالسيوم، الفوسفور، الحاجات، التحكم في الهرمونات من خلال الكلى، لان هي بتصفي كل حاجه زياده عن النسبه الموجوده، الكالسيوم، الفوسفور، المغنيسيوم، اي حاجه في جسم الانسان غير مظبوطه بتتصفى عن طريق الكلى. هي مش بس فلتر، ده هي ميزان الكلى، تطور ميزان جسم الانسان. ايوه، يعني الكلى دي يا دكتور سبحان الله ربنا حاططها للانسان عشان هي اللي بتوزن الاجهزه الداخليه بقى في الجسم. حقيقي. يعني بتظبط ميزان الانسان من الداخل والاعضاء بتاعه الجسم من الداخل بقى، ان دوت لو تصيب مثلا السكر زاد، ضغط الدم زاد، هي وظيفه الكلى اللي بتقدر اللي هي بتعمل بالانس بقى، توازن داخل الجسم. صحيح. على اساس الاصابه دي بتقلل منها، صح يا دكتور؟ صحيح صحيح. الكلى دكتور بنسمع بقى عن حاجه في الكلى، حصوات الكلى. معظم الشعب المصري بيعاني من حصوات في الكلى، وده ناتج طبعا للميه وللعادات الخطا اللي احنا ممكن نكون بنعملها في حياتنا. عايزين نعرف ايه نوع الحصوات ديت، وايه الحصوات اللي بتصيب الكلى، وايه الحصوات اللي بتصيب الكلى، في الحصوات بتصيب المثانه، بتصيب الحالب، كل دي بتبقى متجمعه في الكلى وبتنزل، ولا ايه القصه بالظبط؟ يا ريت توضحها لنا. هو حضرتك في حصوات في جسم الانسان ممكن تكون حصوه في الكلى او في مجاري الكلى نفسها، سواء في الكلى او في الحالب او في المثانه البوليه، وممكن الكلى الحصوه تكون موجوده في اماكن اخرى، يعني موجوده ممكن في الحوصله الصفراويه بيجي فيها حصوات، الغدد اللعابيه بيجي فيها حصوات، الاماكن اخرى نادرا جدا بتيجي فيها حصوات. الحاجات دي بيبقى موجوده ازاي؟ خلينا نتكلم عن حصوات الكلى. حصوات الكلى مش كل الناس بيجي لها حصوات، نقدر نقول ان 20% من الناس ممكن تتعرض لحصوات. تخيل حضرتك الناس اللي تعرضت للحصوات دي 90% منها ما بيعرفوش. بتيجي الحصوه وتنزل من غير ما تشكي منها خالص، ودي حاجه جميله قوي. احنا حتى لما بنيجي نعمل موجات صوتيه بيكتب الدكتور بتاع الموجات الصوتيه، يكتب يوجد مش حصوات بقى، يقول رمل. الرمل ده عباره عن ايه؟ عباره عن ما دون ال 3 مللي. حاجه تحت ال 3 مللي تنزل لوحدها، مجرد شرب ميه والحركه العاديه والاكل الطبيعي يساعد الكلى على انها تنزل الحصوه ما دام اقل من 3 مللي. الحصوه بعد كده بتثبت. هو ايه اللي كونها اصلا؟ ايه اللي كون الرمل؟ املاح. مش بس املاح، املاح مع نقص ميه، مع سولت، مع مينرال، مع نقص ميه، 3 حاجات مهمين قوي. مش نقص الميه بس اللي هيعمل. ما في ناس ما بتشربش ميه خالص. انا اعرف ناس مش متعود يشرب ميه، رغم ان احنا بنقعد نقول لابد من شرب الميه، وشرب الميه ممكن يعمل حصوات ويعمل فتر، كل ده كلام بنقوله. مالوش قضيه. لكن مع وجوده في بعض الناس موجودين في وسطنا ما بيشربوش ميه خالص. ودول هل عندهم حصوات؟ الاجابه لا، نفس النسبه العاديه. اذا المشكله مش بس نقص الميه، نقص الميه مع الحاجتين الاساسيين المينرال والسولت.
عشان يبقى الملح موجود لازم يكون فيه موجود ملح، ولازم يكون في واحد بيقول لك انا مثلا باخد كالسيوم عشان انا عندي نقص كالسيوم بمزاجه، بياخد الكالسيوم بمزاجه، ادي كده خد المينرال. وبعدين ياخد السولت الملح، ما بياخد ملح كتير، عاجبه الملح وبعدين نقص الميه، عمل الثلاث جرائم والجريمه الكامله جات له حصوه خلاص. الحصوات الصغيره دي انا ساعه لما بلاقي واحد عنده حصوه بقول احنا عندنا واجب مهم قوي، انا عايز الحصوه دي تنزل وعايز الحصوه دي ما تكبرش، ومش عايز حصوه ثانيه جنبها، ولما تنزل ما تجيبش واحده ثانيه. يعني في واجب مهم. مش معنى ان اتكونت حصوه ان انا عندي حصوتين هعمل لك ايه يا دكتور، انا جسمي متعود على تكوين الحصوات. اقول لا، انت اللي بتعود جسمك على تكوين الحصوات، مش انت مولود كده، انت بتبقى انت بتعمل كده. فبقول له ازاي يعمل ايه، وده دورنا النهارده. ازاي نقول للناس ازاي اللي عنده حصوه يستبعدها وينزلها وما تجيش غيرها، وازاي اللي ما عندوش ما تجيلوش. طيب في باخد من كلام حضرتك يا دكتور ان ممكن الحصوه تكبر داخل جسم الانسان، يعني لو حصوه صغيره ممكن بيتكمل عليها حصوات تاني، بيجي عليها حصوات عليها وتكبر الحصوه. اكيد ده في واحد عنده حصوتين، عنده 13 وعنده 15 حصوه. في الحصوات بتوصل لغايه حجم كره البينج بونج، حصوه ورا حصوات رهيب. وبعدين دي برضه طبعا كويس، ده في حصوات بتبقى كده ستاج هورن، بقى الستاج هورن دي الحصوه تخش في نسيج الكلى وتعمله كده. ساعتها مش هينفع فيها ان انا اشيلها بمنظار ولا فتتها، دي لا دي تدخل جراحي. وبعدين اتعملت كده كلبشت وجرحت وعملت ونزلت بقى بتنزل دم، دخلنا في مشاكل كبيره قوي. وبعدين نخش في صديد وبعدين تبوظ الكلى، فشل كلوي، دخلنا من حصوه ممكن تبقى ولا حاجه اتثابت، ويقول لك انا هعمل لها ايه ومش هعمل حاجه. وواحد يقول لك الحصوه ما بتنيمنيش ومغص جامد والم جامد. تخيل حضرتك ان توجع قوي دي هي الصغيره. كل ما الحصوه تبقى اصغر بتبقى المها اكتر، من اول 4 مللي 5 مللي لغايه 1 سنتي بتبقى المها اكتر قوي. ليه؟ لسه بتتكون، لسه بتثبت، بتجرح. لما بتركز بقى وتبقى خلاص عملت استاج هورن دي وقفلت في الكلى، بتبوظ حاجات بجد بقى، بتدمر في الكلى وبتعمل مشاكل كبيره قوي قوي، رغم انها قد لا تكون فيها الام. يبقى كل مشكلتها الدم وصديد في البول، وطبعا ده كده على فشل كلوي، مشاكل اكبر اكبر بكتير. لكن كالم مفيش. الالم بيبقى مع الحصوات الصغيره طب بنسمع يا دكتور، باخد من كلام حضرتك وكنت بتتكلم فيه دلوقتي حضرتك، ان في جسم بيقول لك انا جسمي قابل لتكوين الحصوات. المقوله دي صحيحه؟ صحيحه. يعني الانسان هو اللي جسمه كطبيعه الجسم هي اللي سهل ان هو تكون حصوات، وفي جسم تاني ما لا يمكن يكون حصوات. تخيل حضرتك مثلا الناس في جنوب شرق اسيا بياكلوا ملح اضعافنا، ونسبه الحصوات نفس النسبه برضه، هي ما بتزيدش. ايوه بنتكلم برضه على 20% يجي لهم، ومن 20% دول 90% منهم بتيجي وتمشي من غير ما يقولوا اي. فموجوده فعلا النسبه موجوده في العالم زي في اي بلد، يمكن بعض البلاد بتزيد شويه بتقل شويه، لكن مش الملح اللي بيزود ولا الشطه اللي بتزود، استعداد الانسان. عشان كده في واحد يقول لك انا عشت عمري كله ما كنتش حصوات، مع ان في ايام تعرضت مثلا في شغلي، اشتغلت مثلا مهندس في صحراء، اشتغلت في وما جاليش، والتاني يا دوبك هو خرج مره واحده مش عارف صيف سفاري ولا حاجه وجات له حصوه. لا طبعا ده بيبقى استعداد، فعلا استعداد موجود. وزي ما قلت لحضرتك برضو التكوين، واحد بياخد مينرالز كتير، بياخد املاح كتير، بياخد بيشرب ميه قليله او سوائل قليله، ده بيبقى عرضه اكتر. طب ما بيجي رمضان وكلنا بنصوم في رمضان وما بيجيلناش حصوات، اذا المشكله مش نقص ميه بس، دول ثلاث عوامل. الكلى نفسها حضرتك من جوه معرجه، مش حاجه سموث، لا معرجه. فيبقى الحل ان لما يركز عليها شويه املاح صغيره، الحل اجيب ميه، اشيل الملح ده على طول غسيل من خلال البول. حتى لو حبه منهم ركزوا لسبب او لاخر، شرب الميه هيشيلهم، دي مع الوقت ما هيشيلهم. انما لازم برضو يكون ميه كويسه ما فيهاش املاح عشان تساعدني. لكن بشرب ميه باملاح ما عملناش حاجه. حضرتك طب بالنسبه لملح الصوديوم، الاملاح ملح، هل الملح الطبيعي اللي احنا بناخده في اكلنا دوت بيساعد على تكوين الحصوات؟ احنا حضرتك النسبه المطلوب المسموح بها من 2 ل 6 جرام كل يوم ملح، ملح الطعام وجود صوديوم. ملح الطعام ده من 2 ل 6 جرام، 2 جرام ده يعني ما باخدش ملح خالص. يعني يا دوبك اللي في الميه، على الملح اللي موجود في الشوربه، الملح اللي موجود في البطيخ، الملح اللي موجود في البرتقال، هو الملح ده ال 2 جرام. لو زودت في اي حاجه، حتى لو زودت في البرتقالتين ثلاثه على شويه مش عارف كذا، دخلنا من 4 الى 6 جرام. 6 جرام ده اخر حاجه رقم معقول. في ناس بيوصلوا حضرتك ل 20 جرام. الناس اللي بيقعدوا دول في الفطار وماسك البيضه في ايده يحطها في الملح يحطها في بقه ويتعب القطعه الثانيه، حتى البيضه نفسها بيحطها في ملح 4-5 مرات. ده اوفر جدا جدا. المفروض ما فيش على الترابيزه ملح. الملح ده بيتحط نتفرج عليه عشان نستعمله. هم حتى بيحطوا الخرم بتاع الملح واحد والخرم بتاع الفلفل
كذا مميزين في الفرق بين الخرم والقرون. انما الناس جايه بيعمل كده يا جماعه مش كده. ايوه لا الملح كده ولا الفلفل كده. يعني لازم يقلل حضرتك الاكل الطبيعي ده كده للي ما عندوش حاجه ولا عنده ضغط ولا بتكلم على الكلى ولا بتكلم على اي امراض ولا على اصوات بتكلم عن نورمال. الحفاظ على الملح القليل للانسان النورمال شيء رائع جدا. طب يا دكتور بالنسبه لانسان مريض سكر او مريض ضغط دم. ايوه علاقة الكلى بمريض السكر وعلاقة ضغط الدم، هل بيبقى فيه علاقة بين الاثنين؟ يعني لو انسان مريض سكر هل الكلى بتتأثر بالسكر؟ بمرض السكر؟ لا يعني بتتأثر جدا. يا ريت بقى توضح لنا دي. حضرتك مهم قوي اللي عارفين ان في حاجة اسمها مضاعفات قريبة لمرض السكر، في مضاعفات بعيدة. مضاعفات قريبة لمرض السكر، مريض السكر أول ما بيجي له مرض السكر لغاية 4-5 سنين بيبقى مشكلته كلها يظبط السكر، عايز الصايم كام؟ عايز الفطر كام؟ ودلوقتي بعد ما عرفنا الهيموجلوبين السكري انا بوصي كل الناس على ان لازم يعرف عليه الهيموجلوبين السكري، ولازم يحلل كل 3 شهور يعرف انا عامل ايه في السكر، انا ظابط سكري ولا انا بهزر في السكر. السكر ده صديق، يا اما تبقى صديق حلو معاه او صديق وحش معاه يبقى هو وحش معاك. صديق وحش يعني ايه؟ ما تسمعش كلامه، ما تعملش اللي هو عايزه، بتعمل اللي انت عايزه، وهو انت عارف عندك سكر، قلل السكر شويه، قلل البسبوسه، قلل الكنافه، وانت مش فايده، فايد كنافه بالمانجا عجبك، انا عجبنا كلنا، لكن بحدود. لازم الحدود دي ليه؟ ابقى صديقه، ابقى مخلي بالي منه. المضاعفات العاجله اللي هي يتعب قوي، السكر بتاعه يقل، السكر بتاعه يزيد، يخش في غيبوبه نقص السكر، غيبوبه زياده السكر، كيتو اسيدوزس، حاجات اللي هي الغيبوبات دي. لكن في مشاكل بتحصل بتتكون بتتظبط على مدى 10 سنين سكر مش متظبط. وممكن لو انسان مظبطه لغايه 20 سنه ما يجيبوش حاجه، ممكن لغايه 40 سنه سكر ما فيش مضاعفات في الكلى. المضاعفات بتحصل فين؟ بتحصل في الشرايين الرفيعه والمتوسطه. هي دي المشاكل اللي بتحصل في البلاد فيسلز الصغيره والكبيره. الكبيره بتحصل في وقت والصغيره بتحصل في وقت، ملوش دعوه بالسكر بتاعك كام. ايوه هي دي المشكله. ان انا مش حاسس بحاجه. عشان كده حتى لما كان بيجي مريض عنده السكر وبدات الكلى تتصاب، حتى لو اصابه بسيطه جدا للكلى في اول الكلى كلتين بتاعه 2 بس عنده سكر، بقول له لازم تفطر رمضان. لا يجوز تصوم رمضان. وبوصي الناس اللي عندها سكر لو التحليل بتاعه عدى الاثنين في كلياتينين مفيش داعي لصيام الايام 6 البيض ولا 2 وخميس. لا بالنسبه له غلط، هيقول لي انا بصوم ما بيجراليش حاجه. انا عارف انه ما بيجراليش حاجه، بس اللي بيجرى له هم ما بيشوفوش. انا كطبيب عندي امانه علميه لازم اقولها له، ان المشاكل اللي بتحصل في الشرايين الرفيعه والشرايين المتوسطه مهمه جدا جدا، بتتكون على مدى سنوات علشان بعد الشر تعجل بالمشاكل البعيده. المشاكل البعيده اللي هي بعد الشر بتر الرجلين اللي هي اللي بيحصل الغرغرينا، ومشاكل في الكلى فشل كلوي، مشاكل في العين ممكن توصل لغايه فقد الابصار. دي مشاكل متاخره المفروض ان هي ما بتجيش في السكر في الاول، بتيجي بعدين. احنا لما بنعمل الحاجات الغلط بسبب ما بنظبطش سكرنا لسبب او لاخر، او ما بنشربش ميه كويس، او الكلى بتخش في موضوع الكلى، بنعجل بكده. بيبدا الاول ليزر ومش ليزر وحاجات كده تاثر في العين، وبعدين الكلى زلال في البول، وبعدين يخش في الكلى فشل الكلى، وبعدين يخش خبط رجليه في الترابيزه، وبعدين اتعور تعويل، وبعدين يخش في الرجلين. شوف المضاعفات ازاي. عشان كده السكر له علاقه بالكلى علاقه وثيقه جدا جدا جدا. الضغط، الضغط هو الكلى. ده احنا ساعه لما بنقول واحد عنده الضغط عمل له الكلى، ولا الكلى اللي عملته الضغط. مش واصلين، مش واصلين مين فينا عمل مين. يعني الاثنين يا دكتور حاجه واحده تقريبا، حاجه واحده تعتبر حاجه واحده. حاجه واحده مع ان مش كل الناس اللي عندها الضغط عندها سكر. عندها الكلى لا. 90% من اللي عنده ضغط بنسميه اسينشال هايبرتنشن، ضغط عادي جاي بالسن. اما يجي واحد عنده 50 سنه وعنده الضغط واول مره يشتكي بالضغط، خلاص انا ما ببصش وراه. انما لو بصيت وراه برضه افضل بحلل البول بس، مش اكتر من كده. هل البول ده معاه زلال؟ لو زلال بفكر في الكلى. انما بول بس ما فيهوش زلال وعنده ضغط، بديله برشامه برشامتين وعالج ضغط الدم بتاعه. ووصيه لو واحد عنده ضغط بياخد برشامه بيخف بيه، بعد كده لقى برشامتين وثلاث برشامات وبدا ضغطه يعلى ويوصل لارقام زياده، ما تسيبوش. لازم تعرف ده بنسميه ضغط دم ثانوي. واحد جاله الضغط وعنده 20 25 30 سنه وحتى لو 40، ما تقوليش ده اسينشال. لا دور وراه برضه، دور حتى لو 3-4 ايام دور، وبعدين سيبه. لو لقيت كله عندك سليم سيبه، انما ما تسيبوش. قد يكون مرض في القلب، قد يكون مرض في الكلى، قد يكون مرض في الغدد. امراض الغدد بتعمل ارتفاع في ضغط الدم، لازم يعرف. لو كان كده بيعالج وبيخف. يعني انت عندك حاجه ممكن تاخد برشامه وتخف،
وما يبقاش عندك ضغط دم. ولا ده ضغط دم اسينشال وهتاخد قرص كل يوم مدى العمر كله مفيش مشكله، بس علشان ما يحصلش مضاعفات اخرى. طب يا دكتور، معظم الناس بتعاني من ضغط الدم، بس هل ادويه الضغط دي بتاثر على الكلى؟ ادويه ضغط الدم بتاثر على الكلى؟ في علاقه ان هي ممكن تسبب لبعض الامراض في الكلى او تاثير على الكلى او مضاعفات للكلى؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا بنقول ان ادويه الضغط احنا مقسمينها انواع. انواع دي حوالي 8 او 9 مجاميع. في مجموعات منها ممكن تاثر على الكلى ايجابي، في مجموعات تاثر على الكلى سلبي. مش على الكلى السليمه، على الكلى المصابه. الكلى السليمه اي علاج ضغط مش هياثر فيها. الكلى المصابه في ادويه ضغط تاثر فيها، تاثر سلبي وتاثر ايجابي. وفي ادويه كونتروفيرس. يعني ايه كونتروفيرس؟ يعني بعض الاطباء يحبوا يستعملوها، بعضهم ما يحبش يستعملها. هنا احنا بنرجع للجايد لاينز، ما بقاش في حاجه بقدر الامكان في مستوى العالم كله بيحاولوا يقللوا حكايه راي الدكتور. ان الدكتور يشط يقول لك انا بستعمل الدواء الفلاني ده اهو، انا شايفه دواء عملاق وجبار، والدكاتره التانيين يقول لك الدواء ده غلط. بطلنا الحكايه دي، ما عادش في حاجه اسمها دكتور عنده راي خاص شاطط عن باقي الدكاتره. في جايد لاينز، قوانين بتقول المريض اللي عنده الكلى وعنده كرياتينين 2 يستخدم دواء فلاني ولا يستخدم دواء فلاني. يجوز ده يستخدم 1 2 3 4 5 5 مجاميع، وما يستعملش مجموعه دي ومجموعه دي. واضح خلاص، ما عادش الموضوع وجهه نظره ازاي الدكتور ده كاتب لك الدواء ده غلط والدكتور ده كاتب لك الدواء ده صح. ما عادش كده. مع الاطلاع في جايد لاينز، في قوانين بتنزل بتتجدد بتتجدد كل سنه كل سنتين حسب يعني بتوع الضغط لهم كل سنتين، بتوع الكلى لهم كل 3 سنين، كل واحد له جايد لاينز. وقت ما بتنزل ملزمه لجميع الاطباء. ايوه ليها برضه احتياطات، حتى الالزام بتاعها الزام بدرجه معينه للي صغير غير الالزام للكبير غير الالزام للاستشاري. فاقول موجوده. ففي ادويه واحده بتقول عليها دي، ايوه في ادويه بتضر وفي ادويه ما بتضرش، وبعض الناس يظن انها تضر، ودي نقطه عليها مهمه جدا جدا. طيب الادويه يا دكتور المدره للبول، ايوه دي برضه بتاثر على الكلى؟ المدره للبول لو استعملت بحساب هي مفيده. لان هو عنده ورم وانا عايز انزل الورم ده، فانا بوصيه بحاجتين، خد برشامه الميه وقلل الملح في الاكل. لازم جدا يقلل الملح في الاكل، ولازم ياخد الدواء المدر. مدرات البول دي انواع، في انواع مدر للبول انا عايزه، يعني برضه دي بيشتغل فين؟ في الكلى. الكلى مش حاجه صغيره، ده هي كل كلعه كده ونازل منها انبوبه والنادي طالعه كده وبعدين مكمله. هنا في دواء المدر للبول بيشتغل هنا، وفي دواء بيشتغل هنا، وفي دواء بيشتغل هنا. وفي وقت بدل ما الكلى بدات تبوظ الدول كلهم ما يشتغلوش، اللي يشتغل ده بس اللي على اللوب بس. فيبقى انا في وقت معين انا عايز دواء معين لمدر للبول، ولو خدت الباقيين يبقى بيضروني ما يفيدونيش. فحتى مدرات البول ليها وقتها وجرعاتها. في جرعات ما تستعملش الا المره دي مريض الكلى. وحتى في دواء مدر للبول مكتوب عليه لا يستعمل الا لمرضى الكسور الكلوي المزمن. يبقى انا مش اي دواء، مش اي مدر للبول. انا واحد ليه ورمه شويه وهلسي كويس ما فيهوش حاجه، بشويه ورم شويه لو خد قرص مدر للبول خلاص هيبقى مرتاح. دي مدرات البول تعتبر من ضمن ادويه الضغط ولا استعمالها، وبتساعد بعض الناس ياخد دواء ضغط ما يجيبش نتيجه، اقول له خد معاه مدر للبول. ودلوقتي في اقراص الاثنين مع بعض، مدر للبول مع دواء ضغط، بياخد قرص في اليوم، ياخد قرص نوعين نوع مختلفين، ثلاث انواع مختلفه لغايه لما يظبط ضغطه. لازم الضغط يكون مظبوط، وده اللي بوصي بيه كل واحد. زي ما قلنا السكر اذا ما احترمناهوش وكان صديق ليا وانا مصاحبه وبحبه ومخلي بالي منه، الضغط برده كده اذا ما خليتش بالي منه وراعيته هيدخل مشاكل في القلب، هيخش مشاكل انا مش عايزها ابدا في القلب. طيب دكتور، الانسان الطبيعي لازم ان هو يعمل تشيك على طبي على نفسه كل قد ايه؟ لا بيبدا من سن كام؟ ايوه يعني غير سن 30 40 انا مش عايز اعمل تشيك الا لو اشتكى. ايوه بره بيعملوا ايه؟ بره الطفل وهو داخل المدرسه بيحللوا له بول، بيعملوا له تحليلات. ايوه تحليل البول قبل دخول الطفل المدرسه مهم قوي قوي. أيوة. لكن المشكله ان هو كل واحد بيروح جايب بول من الحنفيه ويعمل، ولا بيعملوا ازاي، ولا ما بيحللوش بجد، وبنفقد حاجه مهمه جدا اللي هي اطفالنا ما يخشوش في مشاكل الكلى. أيوة. مجرد تحليل بول في قبل سن المدرسه يفرق قوي قوي جدا. أيوة. واللي يشوفه يكون استشاري. أيوة. عارف بيعمل، بيبص على ايه، مش كلمه سلبي. ما هو التحليل بيعمل ايه؟ بنلاقي التحليل جاي مكتوب سلبي. ايه عمل ايه سلبي يعني؟ لا، تحليل البول الطفل لما اول مره الطفل يحلل البول في عمره كله. أيوة. قبل دخول المدرسه 4-5 سنين ده لازم نعمله، ولازم يتشاف كويس قوي قوي، عشان انا ممكن انقذ كميه اطفال قد ايه
من حدوث اي مشكله. بتحليل بول بسيط جدا. تحليل بول بسيط. فحضرتك انا لغايه سن كام؟ احنا بنقول لغايه سن 30 40 مش عايزين. أيوه. انما لا احنا الاربع عايزين عايزين. أيوه. عايزين عند 10 وعند 20 عايزين عند 30 وعند اي شكوى اكيد طبعا. عند سن ال 40 لازم احلل احلل وظائف كلى وظائف كبد صور الدم كامله. ولو في اي شكوى عائليه حاجه في العيله في ضغط في العيله في كلى في العيله في سكر في العيله لازم بحالة الحالات الخاصه بيه. يعني حضرتك انت بتنصح جميع المشاهدين في بالنسبه لاولادهم لازم من الصغر او من سن 6 سنين او 5 سنين وهو داخل المدرسه او كي جي 1 او كي جي 2 ان هو يبتدي يعمل له تحليل بول. ده ضروري يا دكتور. انا مش شايف حاجه زي انا بقول تحليل بول حاجه سهله قوي. هي حاجه بسيطه جدا بس بتعفي من امراض كبيره. حتى الناس مش معروفين مش على البال دلوقتي ومش في دماغنا وهتنقذ ناس هتنقذ ناس طبعا. هتنقذ ناس كتير. طب يا دكتور لما بنروح للدكتور وبيجي يقول لك اعمل وظائف كبد ووظائف كلى. ايه وظائف الكلى اللي احنا بنعملها؟ التحليل ده الناس بتروح تعمل وظائف كلى ومش عارفه ايه التحليل ده عباره عن ايه؟ بالنسبه للكلى علشان اشخص قصور كلوي مزمن يمكن اسهل قصور في جسم الانسان في التشخيص طبعا الكلى. بحلل بولين او كرياتينين واشعه تلفزيونيه بس. ولا محتاج اشعه مقطعيه ولا محتاج ام ار اي بالعكس. الموضوع سهل قوي. موجات صوتيه على الكلى وبولين وكرياتينين. ايوه طبعا لازم تحليل البول بيتعمل في الاول. ايوه لو في اي شكوى اخرى بزود بقى ممكن اوصل لاجهزه تحليلات مناعيه وتحليلات ام ار اي وكات سكان حاجات كتيره جدا. انا بقول لحضرتك تخيل يعني لغايه الفشل الكلوي نفسه ما بحتاجش غير هما دول. وظائف الكلى معناها بولينا وكرياتينين. وظائف الكبد بتبقى بعوز بيليروبين او بتاع الصفرة بعوز اسكوت واسجبت هما انزيمات الكبد اسكوت واسجبت. دول تقريبا الحاجات العامه لو بنتكلم على تشيك اب عادي. وبعمل معاهم حاجات بول وبراز بعمل معاهم صوره دم كامله. صوره دم كامله لو عايز في اي لو السن بتاعه مثلا فوق ال 40 فوق ال 45 بحتاج ان انا اعمل كوليسترول كتشيك اب وبوصي كل واحد مجرد ان هو سمين شويه او اشتكى بالضغط ولو مره او بالسكر ولو مره يعمل الكوليسترول. الكوليسترول مهم جدا جدا. احنا النهارده بنقول من يعني حاجه اساسيه في حواراتنا كاطباء في المؤتمرات. تخيل المريض ده لو جالك من 20 سنه كنت هتعمل له ايه؟ بيكون غالبا الاجابه كنت اديله دواء ينزل الكوليسترول. كنت الحقه. بدل ما احنا النهارده في واقفين هنديهوله بس استجابته مش زي استجابته ساعتها. كنا زمان بنقول ما بنديش دواء الكوليسترول ده غير لما الكوليسترول بيرتفع. النهارده عندنا فور جروبس اربع انواع من الناس بيقول لا ده ياخده حتى لو ما عندهمش كوليسترول عالي. اذا الكلام بدا يتغير ان في استفاده منه. كنا زمان بندي 10 مللي النهارده بندي 20 مللي. طب معانا فيديو يا دكتور ممكن تعلق لنا عليه؟ ده هنا بيتكلم على داخل جوه الكلى دي كده حصوه كبيره بنتفرج عليها. دي اللي ستاك هورن كنت بقول لحضرتك عليها في الاول. اشكال الحصوات يا دكتور. دي ستاك هورن اللي هي بتخش في الكلى بتدمرها كده اللي بعد كل دي حصوات كبيره خطيره انواعها مختلفه. الفتحه المحمره دي فيها دم. المشعبه دي يا دكتور اللي فيها دم المحمره دي بتبقى اصعب واخطر. كالسيوم كالسيوم اوكساليت الفوسفيت اقل بس برضه خطيره جدا. الاستروفيت موجوده خليط بينهم حمض البوليك. السيستين دي ما بتبانش في الـ في, الـ في الاشعه ودي برضه مشكله. تخيل حضرتك نعمل اشعه وما طلعش. الكالسيوم اوكساليت دي اكتر انواع الحصوات حوالي 80% او اكتر ستاج هورن بتبقى كالسيوم اوكساليت. الكالسيوم هو قدامنا بيجي ازاي؟ الكالسيوم بيبدا هنعمل اهو هيتجمعوا مع بعض عشان يبداوا بدايه الحصوه. بدات ما دام بدات هتكمل بقى عليها وتحط فوقها وتزود وتزود وتكبر وتبقى واحده واثنين وثلاثه. بدات خلاص بداوا يتجمعوا مع بعض يتجمعوا شوف كانت بسيطه ازاي؟ كان ممكن شويه ميه يبعدوا عن بعض. ايوه انا لو في الوقت ده خدت كوبايه ميه بعتهم ما تجمعوش. أيوة. سبتهم فتجمعوا مع بعض بداوا بقى يتجمعوا. على اليمين يا دكتور كده شايفين الحصوه اللي هي عليها ميوتيشن. بداوا يتجمعوا بعضيهم اهم. بداوا جمعوا بعضيهم وبعدين يجي بقى في حته فوق شكلها كده. ايوه ادي كده زي ما حضرتك كل كيعه الكلوميرلس. بعدين نزل منها وطالع منها وبعدين يخش عشان يعمل البول. اي حبه ميه يجوا في اي وقت يشيلوا الحصوه دي ما جوش هتكمل هتكبر. بتتكون الحصوات يا دكتور بيندمجوا مع بعض. بيندمجوا. والله حضرتك لو كوبايه ميه دلوقتي في الوقت ده ما كانش حصل حاجه. انما أيوة. مين يعرف؟ أيوة. مين يعرف؟ بدات كده هترشع بقى. دي هتبدا تخش في الايوه تضغط على الكلى نفسها وتخش في النسيج بتاع الكلى. وهنا تبدا تجيب دم. يقول لك انا بجيب دم. دي صغيره دي هتنزل اهي دي عدت وقعت خلاص. وهي بتقع ممكن تجرح في الحالب. تجرح في المثانه تنزل بول. شوف دي كبرت ازاي. هنا بقى مش هتقف هتقف دي هتنشا وتقف. هنا وقفت بدا وراها يتكون ميه.
بعد ما كانت الميه بتنزل وقفت. ايوه هتبدا تجرح وهي نازله، ولو وقفت هتجمع ميه وراها، يقول لك تضخم في الكلى. الكلى تضخمت، هايدرونيفروزس. هايدرونيفروزس يعني ميه. طب النوع اللي زي ده دكتور بيتفتت ولا الصغير ده بينزل لوحده؟ ايوه وهينزل لوحده في البول. المشعب ده؟ لا المشعب لا، لازم عمليه. لازم عمليه. ايوه فدلوقتي احنا عندنا الحصوات في وقت من الاوقات فعلا لو لحقتها، وبعدين حتى دي خلاص اتكونت انا عايز الحق الثانيه. ايوه انا ما دام كونت واحده جسمي بيعمل الثانيه، هو مش بالترتيب. أيوة. مش لما نزل دي هيطلع الثانيه، انا عايز الحق واحده متكونه عندي ما كونش الثانيه. أيوة. يبقى حتى اللي عنده حصوه ومتكونه انا عايز اقول له اشرب ميه، خد السوائل. السوائل ميه وشاي وقهوه وحلبه منسون كنتربه، اي مشروبات محسوبه من عندي. ما انا عايز أيوة. كل المشروبات عايزها. أيوة. طب يا دكتور بالنسبه نرجع للتحليل ثاني، النسب المعتدله لوظائف الكلى بتبقى ايه؟ يعني عشان الانسان لو عمل تحليل وظائف كلى وشاف النتيجه بتاعته، النسب المفروض المعتاده الطبيعيه من 20 ل 50 البولينه، والكرياتين من 4.10 الى 1.4. بس عايز اقول حاجه مهمه قوي، الارقام النورمال كل واحد فينا له رقم نورمال غير التاني خاص بيه. احنا ليه بنقول من 4.10 الى 1.4؟ متوسط يعني يا دكتور؟ لا كل واحد فينا له رقم منهم. يعني انا ممكن اكون 1.2، ده العادي بتاعي. واحد تاني العادي بتاعه 8.10. لو هو حلل زمان وعنده 20 سنه و25 طلع 4.8، لو بعد كده بقى 1.4، هقول له ده نورمال؟ نو ده جرس. ايوه ده عليت يا استاذ. انت كنت كام؟ كنت 8.10. بس اللي بيحصل ان انا ما بلاقوش معاه تحاليل، بيقول لي اول مره حلل. ف1.4 هو معتبر نفسه نورمال، بس انا مش ببص له نورمال، انا ببص له هاير نورمال. وهقول كلمه مهمه قوي، تخيل حضرتك ان الانسان قد يكون في الهاير نورمال، قد يكون البولينه بتاعته 50 موجود جنبه في الريفرنس 50 اخرنا، يعني هو مش عالي 50، والكرياتين 1.4، ووظيفه الكلى باظت 50%. 50% من الكلى باظت، والنسبه ما زالت البولينه 50 وما زال الكرياتينين 1.4. عشان كده مش بس كده، محتاج تحليل بول، محتاج دكتور كويس يبص على الكلام ده يترجمه. ايوه مش انت ترجمه تمام وظيفه كلى تقول انا كويس انا بعمل 10 انا لسه 1.4 انا لسه جايب البولين بتاعتي 45. لا ما نعرفش الهيستوري بتاعك لو إيه. كنت 45 طول عمرك اوكي ويلكم. انما كنت 30 بقيت 45، اذا في تراكم. ويعني ايه البولين والكرياتين؟ المفروض الكلى البولين ايه والكرياتين ايه؟ ده اكل. أيوة. نواتج اكل. أيوة. نواتج اللحمه والاكل العادي اللي بناكله بتعمل بولينا وكرياتين ومسمومات كتيره قوي. جسم الكلى بتاخد الجسم عايزه والزياده بتنزله في البول. أيوة. يبقى البولينا زياده بتنزل في البول، الكرياتينين زياده بينزل في البول. أيوة. لما الكرياتينين يعلى في الدم معنى كده ان الكلى ما رميتوش كله. أيوة. خلت حبه فوق في شويه خزينه. يبقى الكلى بعد ما كانت بترمي كله اصبحت بتخلي اكتر، يبقى الكلى بدات تتاثر. يبقى هنا لازم اقول لازم اتابع مع دكتور كلى عشان احافظ عليها ويحافظ على الجزء ده، حتى لو في جزء باظ 50% زي ما بقول انا اقدر احافظ على الجزء الباقي. هل الجزء اللي باظ ده ممكن يرجع؟ اجزاء منه ممكن تتصلح؟ ممكن. ممكن بعد الرقم ما كان يعلى مثلا يوصل 2 ينزل شويه، ممكن ينزل شويه. انا ما كنتش اعرف ان انا عندي كلى تعبانه. لما رحت للدكتور وقال لي انت لازم تظبط اكلك وشربك ودواك وكل حاجه اللي بتاخدها والادويه اللي بتاخدها دي، وتظبط سكرك وتظبط الحمض البوليك وتظبط الضغط وتظبط قلبك وتمشي وتتحرك تلعب رياضه، كل ده ايجابي. كل وتنزل في وزنك وتبطل سجاير وتبطل في الكحول، لو في برشام بتضربه حاجات، لو انت ظبطت كل الكلام ده دي اسمها ريسك فاكتورز، عوامل خطوره. عوامل خطوره ممكن تاثر اكتر يا دكتور. ممكن نعلق عليه برضه بعد اذنك؟ ايوه ده هنا بيوريني الكلى من هيبدا يخش على الكلى من جوه ازاي. الكلى دي كل حاجه في الكلى، ده بيتكلم في نانو نانوميترز، حاجات صغيره قوي قوي. دي الجليوميرلس ده كده اللي بيوريك السبيس بتاعها بينزل ازاي، مجاري البوليه بدات تجمع مجاري البوليه عشان تنزل في مجرى البول. ده كده بيخش جوه الكلى نفسها، جوه الانابيب الصغيره قوي اللي المفروض ان هي بيحصل فيها امتصاص، الحاجات الكويسه بتتاخد جوه، الحاجات الوحشه بتتجمع عشان تنزل مع البول. يبقى انا ما برميش في البول الا اللي انا الضرر اللي بيضر الجسم بس. اي حاجه جسم هو بيمتص، الانابيب اللي كانت قدامي دي بتمص عشان ترجع الدم. يعني داخل الكلى في انابيب بتمص الحاجات اللي هي المفيده والضاره. الدم كله بيعدي. طيب حضرتك ربع الدوره الدمويه بتعدي في الكلى في الدقيقه الواحده. كل الحلو باخده حد اهو، انا باخد الدم الاحمر بالدم برجع، والوحش برميه. الانابيب دي بتختار
ايه اللي اخده وايه اللي ما اخدوش. كل انبوبه من دي عندها فوق حريه اختيار وشغلها مخصوص. انا باخد الزلال لو لقيت الدم اللي معدي فيه زلال اخده. الثانيه لا، انا باخد الجلوكوز لو لقيت الدم فيه جلوكوز اخده. ده هنا بيتكلم عن انجيوجينسين، الحاجات اللي بترفع ضغط الانسان، الحاجات الطبيعيه اللي موجوده جوه جسم الانسان اللي بتؤدي لرفع الضغط. هنا احنا عشان كده لما باجي بدي علاج بدي حاجه تمنع الانجيوجينسين 2 ده علشان فكده بمنع ارتفاع ضغط الدم. ده بيورينا الشبكه اللي بتتعمل علشان الحاجات الرفيعه دي هي اللي بتمتص الارتيز الرفيعه قوي دي، دي شرايين بس رفيعه اكتر بتبقى واصله ما بين الدم نفسه وما بين مجاري البوليه. الحلو بيرجعه هو جسم الانسان والوحش بيرجع بينزل على البول. طب يا دكتور سؤال مهم كده يا دكتور، بالنسبه للميه ايوه وبالنسبه لتحليل البول، في ناس بتيجي قبل ما تحلل البول مثلا انسان بيبص يقول لك لون البول بتاعي متغير أيوة. بيقلق، هل تغيير لون البول دوت بيسبب له نوع من انواع القلق ده بنبقى عارفينه، بس هل تغيير البول دوت للناس اللي هي ما تعرفش مفيد ولا ضر؟ استاذ هاني السؤال ده مهم جدا أيوة. مهم جدا جدا أيوة. ولذيذ قوي قوي في الوقت ده كمان. اقول لحضرتك حاجه، انا عايز اقول للانسان لو لون البول بتاعك اتغير بقى ابيض قوي وبعدين بقى غامق وبعدين افتح واغمق واصفر واحمر، هقول له انت الحمد لله على سلامتك، انت كليتك سليمه جدا آه. الكلوه السليمه جدا هي اللي بكل بتتغير مع الاكل والشرب. هو انا لو اكلت اكله مثلا وفيها صبغات بنجر أيوة. بل بنجر ده صبغه أيوة. في بعض الحاجات بتاعت الاطفال فيها صبغات غير صحيه أيوة. وفي بعضها صبغات صحيه، الا الاثنين بالنسبه للكلى حاجه واحده. صبغه مش عايزها هنزلها في البول. يبقى انا وقت ما الاقي البول متغير معنى كده ايه؟ خدت برشام فيتامين ب عادي جدا اي حد خدها، الاقي البول متغير وريحه البول متغيره، يقول لك انا باخد الحقنه تراي بيه بلاقي حقن ريحه مناخيري فيها، اقول له ايوه ريحه البول فيها، اقول له ايوه. برشامه المالتي فيتامينز حبايه المالتي فيتامينز كبيره السوده دي انواع كتير قوي منها، يقول لك ساعه لما باخدها بحس ريحه بقي متغيره وريحه البول متغيره. ايوه عشان دي مالتي فيتامينز، جسمك مش محتاجها، جسمك خد اللي هو عايزه، الباقي يروح فين؟ الكلى عشان هي حلوه سليمه بتنزله في البول فبيحصل الريحه دي. فانا لما الاقي البول فيه لونه محمر مغمق مصفر بس بيتغير ايوه، عشان كده حضرتك قلت كلمه بيتغير أيوه. البول اللي بيتغير ده يبقى انت صحي جدا وانت سليم تماما مفيش اي حاجه خالص. يعني لو لون البول ثبت على لون واحد انا اخاف. اخاف؟ ثبت بقى سيبت ابيض خالص زي الميه على طول ده حاجه وحشه جدا، ده كده اروح بقى يقول حضرتك تعريف الفشل الكلوي، اول حاجه بتبوظ في الفشل الكلوي عدم يقول كده تعريفه عدم قدره الكلى على تركيز البول. لو الكلى ما قدرتش تركز البول يبقى كده دي باظت. عشان كده البول لو بقى ابيض كده، لو واحد لقى البول بتاعه ابيض على طول وبكرر كلمه على طول يبقى ده فشل كلوي. لما يجي يقول لي بقول له انت عندك فشل كلوي عايزين تغسل، يقول لي لا ده انا بجيب بول. بقول انت بتجيب ميه. البول بتاعك لونه ابيض ولا؟ يقول لي لونه ابيض. خلاص لونه ابيض بشفاف وعلى طول. والدكتور بيقول عايز تغسل، يقول لي انا بجيب بول. هنا بجيب ميه. لو كان بول كان لازم يكون فيه اي حاجه الكلى رمياها، دي الكلى ما بترميش خالص. ما بترميش، ده الميه بتعدي ميه وتنزل ميه. اللي بترمي كان هيلاقي فيه حاجات مصفره وحاجات محمره كانت اتغير. مريض السكر فيه تغيير. لماذا؟ لانه بيرمي جلوكوز. أيه. مريض السكر الكلى بتاعته بايظه بتنزل شويه جلوكوز، فبلاقيه مره مغمق مره محمر مره مصفر مع ان في كسور كلوي علشان في السكر. طب اللون الطبيعي للبول يا دكتور؟ امبر يلو، عنبر. لون العنبر، لون العنبر اصفر، لون العنبر فاتح. اللون لما بيغمق بيبقى زي الشاي بنفكر في الصفرة، ساعتها بقول له بص على عينيك بص على البراز، الاقي البراز فاتح والبول غامق، لون لون الحلبه لون الشاي ولون الحلبه الغامقه. ايوه ده كده بيخاف من مرض الصفراء. وبرده لازم يكون متكرر، انما وانس مره واحده ما جايز. كل ادويه، في ادويه معينه بتعمل كده، في ادويه لما ياخدها الانسان يلاقي لون البول مصفر او محمر بيحصل، بس ده برده بيبقى مع البرشام وخلاص. طب في ناس يا دكتور بتقول لك ان لون البول بتاعي فيه احمرار شويه، ده ناتج على ان ممكن تكون الحصوه اللي فوق في الكلى مع وهي نازله مثلا جرحت بعض في المثانه او في الحالب او كده وابتدت تغير لون البول؟ هنا بقول له اعمل تحليل بول. ايوه تخيل حتى كلمه لما بقول احنا ممكن الواحد يكون فيه حصوات ونازله فيه بول في دم في البول لكن غير مرئي، الدم ممكن يكون مرئي وغير مرئي. لما بلاقي كلمه 100
اما بيقول لحضرتك البول في الدم في البول فيه فوق ال 100 يبدا يتشاف، لما ما قبل ال 100 ما بيتشافش. انت تقول لي شويه مغمق شويه، بس هو مش هو محمر. أيوة. اللي يبان بقى تحليل البول. أيوة. تحليل البول ده بيبقى جزئين، الجزء الاولاني بالعين المجرده، وبعدين يحط خط طويل كده، وبعدين بالميكروسكوب صديد الدم الكاستس اللي مش عارف يبدا يكتبهم ورا بعضهم. أيوة. تحت. النص الفوقاني ده اللي بيشوفه فيقول لك غامق، البول غامق. تحت يقول لك في دم وفي صديد وفي مشاكل. تحت مهم جدا، عشان كده تحليل البول الجزئين ده. أيوة. تحليل البول مهم قوي قوي. يبقى حضرتك تحليل البول ده من اهميته، احنا بنعتبره كاني عينه سائله من البول من الكلى. أيوة. كاني خدت عينه. لو حللت بول صح في مكان صح احنا استفدنا بيه جدا. واحلى بول التحليل الصحيح بول الصباح، بول بعد 6 ساعات صيام. أيوة. هو ده البول اللي انا عايزه فعلا. لا اقدر احكم عليه، امسكه كده وكل ايتمز من اللي فوق دول وبعدين الخط وبعدين بتاع كل واحد من دول يفرق معايا جدا. يعني يا دكتور تحليل البول يعني بثمن بسيط جدا ب 10 جنيه مثلا او ايا كان، ما بقاش خلاص يعني ايا كان يعني تحليل بول بسيط يعني. صحيح. مش هيبقى قيمته كبيره جدا كماديا، ولكن يعني اخف الانواع التحاليل، ولكن بيحميك من حاجات كتيره جدا جدا, جداً. يعني ده الثقافه الطبيه يا دكتور، لازم يبقى في وعي للجمهور ووعي للناس عموما اللي هي ما تسيبش نفسها كده. زين انا فاكر مره عملت حلقه كامله على تحليل البول. ايوه حلقه كامله، الوقت ما قضاش والله، الوقت ما قضى. أيوه. وانا بتكلم على تحليل البول بس. تحليل البول ده انا بعتبره، بقول لحضرتك بعتبره كاني خدت عينه من الكلى. تحليل البول من اهميته وروعته في المعمل الكويس مع الدكتور الكويس تستفيد منه جدا. انا عايزين حضرتك توجه نصيحه للساده المشاهدين باهميه تحليل البول، يعني على اللي هو كده تكلم الناس. هقول له لما تروح تحلل البول يكون شارب ميه كويس، وما يحطش في البول في الكوبايه اول حبه بول، لا يتبول في الاول بره وبعدين، وبرده لازم يا ريت يكون ماسح مجرى البول من بره. واول نقطتين بول يخليهم بره الكوبايه، وبعدين يملى اكبر قدر ممكن، مش نقطتين. وبعدين برده يخلي اخر حبه بره. ليه؟ لان مجرى البول حوالين مجرى البول سواء عند الراجل او عند الست ممكن يكون في شويه ميكروب. الميكروب ده ممكن يكون موجود. فانت كده حطيته، عشان كده لما بلاقي بنقول من 1 إلى 5 نورمال. الصديد من 1 إلى 5 نورمال. ليه؟ عشان دول اللي كانوا على الباب. انا لو مسحت الباب كويس ومطمن ان مجرى البول اول حبه كانوا بره والحبه التانيين جوه الكوبايه. ومليت اكبر قدر ممكن، هبقى بشوف صح. انما لو في نقطتين، خدت نقطتين بس او 3 نقط كده وروح يحللهم. هيحلل ايه اذا كان في نقطتين ميكروب بكتيريا صغيرين بره؟ انت كده خليتهم 5 ل 10. انما انت لو مليت الكوبايه كلها انت كده في امان. حتى نقطتين البكتيريا الصغيرين اللي كانوا على الباب بره مش هيجي يتخففوا. مش هيديني رقم يخوفني. ادي اهميه تحليل البول. هوصيه حل البول صايم عشان تستفيد بيه فعلا. ليه بقى؟ هو انا لو كلت مانجا ونزلت حللت بول ولقيت تلاقيه 4+ وكل واحد يمسك التحليل، انت عندك املاح اوكزالات، انت احتمال يكون عندك حصوات، يبقى تعمل اشعه مختبره بالكمبيوتر. هو دلوقتي بتعمل كده. يعني تشخيص الحصوه باشعه مختبره بالكمبيوتر بدون صبغه. ده التشخيص الحديث دلوقتي. فيبقى انا عرضته للاشعه زي كده وانا مش محتاجه. ليه؟ لان انا فعلا في 4+ اوكزاليت، مع ان هو كل الموضوع ان هو جاب 2 كيلو مانجا وقعد اتكلم لوحده. الف مبروك للمانجا الجديده الجميله الحلوه قوي اللي موجوده دلوقتي دي، خلي بالكم منها. اكل مانجا لو ما عندكش تاريخ مرضي للحصوات الف هنا. عندك تاريخ مرضي للحصوات اوكزاليت بتخلي بالك قوي من المانجا. بيبقى نص المانجايه بس كفايه عليك. اللي ما فيهوش البذره. ومعاه ميه كتير. هنا هقول له اشرب ميه كتير. تخيل حضرتك بعد ما اكلت المانجا الحلوه 4 5 مانجات، المانجايه فيه قد كده، جسمك عايز ايه من اوكزاليت؟ عايز كذا ملي جرام، مش عارف كذا، خدهم. الباقي بقيت ال 2 كيلو يوديهم فين؟ في البول. رحت انت بقى حللت بول عشان عندك شويه حرقان، حللت بول. لازم تلاقي 4+، ولو كان في 5 كان حط لك 5+ كمان. امال هيعمل ايه؟ ما هو الاوكسجينات الكلى سليمه. كلى سليمه، فانا زدت اوكسجينات الزياده في البول. انت عايز تطمن على الكلى، تحليل بول صايم. هتكون الاوكسجينات دي كلها خلصت خلاص. ولما تحلل البول صايم، لو كان في اوكسجينات روح للدكتور قول انا عندي بول صايم، في اوكسجينات، في يوريد، في اي حاجه اخرى. طيب دكتور، احنا في الصيف وفي فاكهه الصيف بقى. والشعب المصري بيحب ياكل وبيحب يبقى عنده فاكهه، والناس دي كلها في الثلاجه تبقى مليانه فاكهه فبص تلاقي اللي جايب مانجا، واللي جايب بطيخ، واللي جايب موز، واللي جايب اي حاجه فيها بذر، كانتالوب، الحاجات دي كلها. هل الفواكه اللي بيبقى بداخلها بذر، العنب والمانجا والكلام ده كله، هل دي ليها علاقه بالكلى؟ هل دي بتاثر على الكلى؟ هل ديت لما الانسان بياكل مانجا يقول لك الكلى تعبتني، كلت مانجا كتير، كلت حاجه فيها بذر تعبتني، فيها تعبت الكلى،
ايه العلاقه بين المانجا او الفاكهه عموما اللي فيها بذر والكلى؟ الاوكسالات. يعني اوكسالات، الاوكسالات هي الموجوده في كل الفاكهه اللي بذر. فاحنا سيمبل قوي بنقول له بطل. انا مش عايز اقول له بطل، انا عايز اقول له قلل. وبعدين هيبطل ايه ولا ايه؟ ده احنا في الصيف وزي ما حضرتك عديتهم كده تقريبا هم اللي موجودين. ايوه هيبقى له الموز تقريبا. أيوه. هو اللي مفيش بذر. فاحنا كلنا ايه؟ لا انا عايز اقول له حاجه ثانيه، كل بحساب. أيوه. وزود شرب الميه. لو اتفقنا ان كوبايه الميه دي حطيت انا فيها نص معلقه ملح. بقت حد قصير. مش ممكن حد يحط نص معلقه ملح في نص كوبايه ميه ويقدر يشربها. أيوه. طب خلي زي ما هي كده وحدق الميه دي كلها في جيركن واملى جيركن الميه. ساعتها الملح خف. هيخف. أيوه. ساعتها الملح خف واقدر اشرب كوبايه الميه دي. فده اللي انا عايز اقوله. انا حتى لو عندي اوكسالات وهاكل مانجا وفيها اوكسالات وانا عارف ان عندي اوكي وعايز اخلي بالي. ايوه هاخد نص المانجايه بس واشرب ميه كويس قوي. ساعتها مش هحط قدامي زي ما بقول في العادي بحط قدامي كوبايه ميه ازازه ميه كبيره لتر ونص اخلصها النهارده. لا ده هقول له خلي جنبك جيركن خلصه. مع كل منجايه خلص جيركن. كنت تقدر ما تقدرش تخلص جيركن ما تخلصش منجتين. خلاص. عشان انت عندك استعداد حصوات. ما عندكش الله يبارك لك. انا بتكلم اللي عنده استعداد. قدام كل منجايه هياكل هيشرب جيركن علشان ما يقوليش بقى دكتور اداني ورقه ومنعني من كل حاجه. منعني من كل اللي بذر. ايوه منعتك من كل اللي بذر عشان انت مش عايز تاخد مع كل واحده بذر جيركن. جيركن ميه. طب يا دكتور بالنسبه للي عنده حصوات. ايوه وعايز ياكل مانجا نقول له ايه؟ النص المانجايه اللي ما فيهوش بذر. اه كفايه جدا عليه ويكون ما يعديش ال 100 جرام. بس يبقى اسمه كلب. انا عايزه ياكل وعايز اقول له ساعتها اللتر ونص ميه اللي بيشربهم عايز اقول له خليهم 3 لتر في اليوم ده بالذات. طيب بالنسبه يا دكتور احنا اتكلمنا على الفاكهه، بالنسبه للخضروات السبانخ مثلا. انت لمست اول حاجه يا استاذ هاني. انت ايدك لمست الموضوع. السبانخ من الحاجات العامه بقى بالنسبه للناس بتبقى هي دي الحاجات الاكلات بتاعتنا المشهوره، السبانخ والحديد وعلاقته بالكلى. شوف حضرتك هقول لحضرتك كل الفواكه او بكل كتير جدا من الخضروات فيها اوكسالات صحيح. لكن اللي موجود في السبانخ يخليني اقول اي واحد عمل تحليل بول ولقى فيه اوكسالات يبعد عن السبانخ خالص. تقريبا مش هقدر اقول ياخد ايه حاجات صغيره جدا نص معلقه مثلا يقدر ياكلها في اليوم. على ايه يعني؟ ما طبخوا سبانخ خلاص ما هو ياكل سبانخ. لا ما يطبخوش سبانخ. اللي عنده حصوات اوكسالات ومعموله قدامه كالسيوم اوكسالات ستون فعلا بوصيه ما ياكلش سبانخ ما يعملوش في البيت. ياكل اي اكله ثانيه. الباقيين فيهم بس معقول مع شرب ميه هيضيع خلاص. لكن مش عايز بس اجوع دماغ الناس كم ملي جرام وكم زي كده. بس السبانخ فعلا في اضعاف اللي موجود في الغذاء. طب في دقيقه يا دكتور هنجاوب على كم سؤال. اتفضل. بنعم او لا. البقدونس فايدته للانسان؟ البقدونس رائع جدا جدا. يتغلي ويتشرب ساقع ويتشرب سخن ويتاكل زي ما هو ويتاكل مع الحاجات اللي موجوده في وسط الاكل. مهم جدا جدا كمدير للبول كحافظ للكلى كبيعمل كل حاجه. طيب بالنسبه للانسان اللي قاعد في التكييف يا دكتور يشرب ميه قد ايه؟ من 8 ل 10 كوبايات ميه. والانسان اللي قاعد في مروحه في جو عادي يعني خليهم 12 13 14 وقلنا 15 كويس قوي قوي. الانسان اللي ماشي في الشارع وفي جو حر وفي طريق في فرن شغال في فرن شغال في مكان اللي بقى اللي قاعد في الشارع او بيشتغل بيبيع ويشتري في الشارع. أيه. او وظيفته بيعمل في عمل في الشارع. لا ده هيشرب ممكن هقول له بقى حاجه ده عايز الحل بتاعه انه لازم يجيب بول لتر ونص كل يوم. ده ممكن يوصل ل 5 لتر يوم. واللي بتاع اللي قاعد في فرن ده او في منجم ممكن يشرب 10 الى 15 لتر ميه او سوائل في اليوم. ده الحل بتاعه مقياس البول في اليوم. مقياس البول لتر ونص بول بمعنى يعني يخش الحمام الصبح 3 مرات ومره بالليل. ده كده يبقى معقول قوي اتقبله. لازم يشرب ميه لغايه لما يجيب بول. انما يقول لي ده انا من الصبح لغايه دلوقتي ما دخلتش الحمام ولا مره. انت مقصر في حق كليتك. مقصر. اللي بيبقى لاقي نفسه من الظهر للليل ما دخلش الحمام يعرف انه بيعمل مشكله بيعمل جريمه. خلي بالك من كليتك. اذا يا دكتور الميه تساوي سلامة الكلى. حياة. النقط قدر الماء تساوي حياة. حقيقي. سبحان الله جعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان بيحيا بالمية. صحيح. والأجهزة اللي جوه الإنسان بتحيا بالمية وخاصة الكلى اللي هي الجهاز اللي بيفلتر زي ما حضرتك قلت في أول الحلقة اللي بيفلتر كل شيء على أساس إن الإنسان دوت بيديله الحاجة النافعة وبيشيل عنه الحاجة المضرة. احنا في نهاية هذه الحلقة يا دكتور لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر لحضرتك. في هذه الحلقة اعزائي المشاهدين بنشكر الدكتور صالح فؤاد نصار على المعلومات الشيقة والهامة. على امل ان يتجدد اللقاء في حلقة اخرى. كان معكم هاني الفرماوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آه.